مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. صباح الأمة من الثبات. في حمأة التقلبات الضخمة هناك من يسأل عن العرب والعروبة ودورهما في كل ما يجري، وينقسم الرأي بالطبع بين التفاؤل وعكسه، أو يذهب مذهب المتشائل. لكن الحقيقة أن هناك أرضية ما يمكن البناء عليها، وما تجارب تونس ومصر إلا أكبر دليل. وقد كانت أخيرا عاصمة العروبة الأبدية دمشق رافعة العودة إلى الخطاب القومي. في هذه التجارب القاسية التي مرت بها مجتمعاتنا العربية، هل ما زال الخطاب القومي والعروبي فاعلا؟ تونس جددت النخبة رفضها للأسلمة على طريقة الإخوان بالصناديق، وفي مصر أسقطت من يدهم بالشارع والعسكر، وفي سوريا بكل وسائل الحروب. فأين منها حالات الخليج العربي بإماراته ويمنه السعيد؟ وماذا عن باقي مغربه؟ في لبنان حيث تعيش المتناقضات بين كل التشكيلات، لم تكن أيامه العصيبة أخيرا سوى مآس على شباب جيشه وهم يغتالون غيلة بيد الإرهاب المجنون المتفلت من كل عقال. فإلى أين تتجه بوصلة السياسات العامة في المنطقة؟ هل يستطيع الغرب الاستعماري من إبقاء سيطرته على هذه المزارع المذهبية؟ أم أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق؟ وأين دور الشباب منها؟ في هذه الحلقة سنحاول قراءة المشهد العربي من زاوية أحد ركائز القوميين، مع منسق عام تجمع اللجان والروابط الشعبية الأستاذ نعم بشور. أهلا وسهلا بك أستاذ. صباح الخير، صباح الأمة في هذا الصباح. نعم، لك ولكل المشاهدين الكرام أهلا وسهلا. هل من بارقة أمل تنقذنا من هذا الجحيم الذي نعيش فيه؟ اسمح لي أن أقول لك هذه الحكاية البسيطة المعبرة. يقال أن فتاة كانت مريضة مرضا نضال، وتشعر أنها ستفارق الحياة بين لحظة أخرى، وكانت تقول لشقيقتها وهي مستلقية في سريرها وأمام النافذة تطل على شجرة، تقول لها: حياتي ستنتهي حين تسقط آخر ورقة عن هذه الشجرة. قالت لها أختها: لنعش حياتنا ما دمنا موجودين، فانسي هذا الموضوع وتمتعي بما تبقى من العمر. سقطت أوراق الشجرة إلا ورقة واحدة. مر الخريف، مر الشتاء، مر الربيع، تعافت الفتاة وعادت إلى صحتها. ذهبت لتستطلع سر هذه الورقة التي صمدت، فاكتشفت أنها ورقة اصطناعية زرعتها الأخت لكي يبقى الأمل في نفس هذه الفتاة الصغيرة. أعتقد أن فكرة الأمل ليست فكرة من خارج سياق التطور الإنسان وتفكير الإنسان وحياة الإنسان. الأمل فكرة يحتاجها الإنسان حتى لو لم يكن ضروري، تكون ضروري جدا ولو اصطناعي. فكيف إذا كان هناك ما يبرر هذا الأمل؟ نحن نعيش أيام صعبة، وأن تقول للمواطن في هذه الأيام الصعبة التي يرى فيها الآلاف من أبناء الأمة يقتلون في الشوارع، في المدن، في الجهود، كما حدث مع شهداء الجيش اللبناني وبالأمس مع الشهيد علي بزال، والله يستر، من أين تأتي لنا بالأمل؟ ولكن إذا تعمقنا قليلا نكتشف أن في باطن أرض الأمة كنوز ينبغي أن ننتبه إليها. أنا من الذين يعتقدون، لا بل من الذين ربطوا حياتهم بهذه الفكرة، أن هذه الأمة صاحبة هوية، هوية عربية. طبعا هذه الهوية لا تنفي على الإطلاق موقع الإسلام فيها، فالإسلام مكون أساسي من مكونات حضارتنا وثقافتنا، لا بل هو دين أغلبية العرب. وفي هذه الهوية يجد المسيحي نفسه، لا بل كان رواد النهضة كجزء العربية، من هذه الهوية العربية تماما. وبالتالي هذه الهوية هوية جامعة. نحن الآن نعيش مرحلة تفتيت، والتفتيت ليس فقط مشروعا استعماريا، التفتيت أحيانا هو فكر ينتسب إليه هذا أو ذاك عن حسن نية، يعتقد أنه الفكر الصائب، ولكن يجد نفسه بعد حين في مواجهة أخ له في الدين أو في الأمة أو في الوطن. الآن الأمة كلها عادت تبحث عن هوية جامعة. ماذا يجمع أبناء هذه الأمة كلها؟
أعتقد أن العوبة، والعوبة هنا ليست بجنس ولا بعرق ولا بدم كما يصورها الكثيرون، العوبة هي ثقافة، مفاهيم، هي حضارة، هي انتماء. وكما قلت، تكامل العوبة والإسلام هو الصيغة الموحدة لكل أبناء الوطن العربي الكبير، لأن هناك عرب مسلمون وغير مسلمين، وهناك مسلمون عرب وغير عرب، لكن من خلال هذا التكامل نستطيع أن تكامل الهوية والعقيدة، نستطيع أن نقدم خطابا جامعا. فالخطاب القومي بمقدار ما هو خطاب جامع هو خطاب مستقبلي. أما إذا تحول الخطاب القومي إلى خطاب آخر من خطابات التفرقة في المنطقة، فأعتقد أنه لا مستقبل له. أنا من الذين يعتقدون أن الخطاب القومي باعتباره خطابا جامعا هو الخطاب القادر على النهوض بالأمة، وأنا أعتقد جازما أننا سنصل جميعا إلى الحاجة إلى هذا الخطاب الجامع، لأنه بالمقابل إذا قلنا الشرق الأوسط الكبير والشرق الأوسط الجديد وغيرها من المشاريع، وقبلها أيزنهاور، مشروع أيزنهاور، ليست واقعية، ماشي مصلحة هذه، ماذا كان هدف هذه المخططات القديمة والجديدة؟ هدفها تفتيت الأمة. إذن الرد بالتجميع، التجميع يحتاج إلى خطاب جامع. الخطاب الجامع في تقديري هو الآن الخطاب العروبي الذي للإسلام موقع فيه، وللمسيحيين العرب ولغير المسلمين أيضا موقع فيه، لكن الإسلام هو روح العروبة كما قال المفكر. يعني بفترة الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي كان هناك حالة من التصادم بين الخطاب القومي والخطاب الإسلامي. اليوم بناء على التجارب يلي مرت فيها الأمة بكل أقطارها، برأيك هناك تحول إلى دمج أو إلى نوع من المصالحة بين هذه المفاهيم، بين مفهوم القومية، مفهوم الدين، مفهوم ما يطرح من علمنا ومجتمع مدني وغيره؟ هل يمكن أن تجري مصالحة ما؟ شوف، أولا لابد من هذه المصالحة، ولكن على أساس الخطاب الجامع. الانقسامات لم تكن بين خطاب قومي وخطاب إسلامي فقط، الانقسامات كانت داخل الخطاب القومي نفسه، وربما كانت أخطر الانقسامات هو ما كنا نراه بين القوميين أنفسهم، بين من كان ينتمي إلى حزب واحد. وكذلك الأمر انقسام بين اليساري وبين الإسلامي، بين اليساري وبين القومي، بين اليساري واليساري. لذلك كنا في مرحلة الكل يواجه الكل. هذه المرحلة أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه من هوان، من ضعف، من تشتت، من تبعية، من فساد، من استبداد. الآن هناك شعور يزداد يوما بعد يوم على مستوى الأمة كله أننا لا نستطيع أن نواجه ما نواجهه إذا بقينا متناحرين. هناك بالتأكيد خلافات، وهناك بالتأكيد رؤى، وهناك ليس فقط بين القوم والإسلام، داخل القوميين وداخل الإسلاميين وداخل كل التيارات. كيف نعيد تجميع هذه القوى؟ لا بد من أطر للحوار للتشاور، لا بد أولا من أن يسقط كل واحد منا فكرة إلغاء الآخر. لا يستطيع أحد في هذه الأمة أن يلغي الآخر، سواء كان فكرة أو كان دينا أو كان حزبا أو كان شخصا أو كان رأيا. صحيح. يجب أن ننتهي من هذا الأمر. هذه الفكرة التي استهوت كثيرين وأتت قوى أجنبية لتشجع كثيرين على تبنيها، وزينت لهم دروب السلطة ودروب الجاه ودروب الثروة على أساس أن يتصرفوا من منطق إلغاء الآخر، إقصاء الآخر، اجتثاث الآخر. هؤلاء وصلوا إلى الطريق المسدود. من هنا وصول كل المشاريع التجزئية إلى الطريق المسدود هو الذي يفتح الآفاق أمام الخطاب القومي الجامع. وأنا أصر هنا على كلمة الجامع، لأن الخطاب القومي الذي لا يجمع ليس خطابا قوميا من وجهة نظري، كما أن الخطاب الإسلامي غير الجامع ليس خطابا إسلاميا من وجهة نظري. طيب، يعني هلق في تجارب بعد ما سمي بالربيع العربي،
في تجربة مصر، في تجربة تونس. نعم. يعني رأينا بمصر تجربة عودة القوى العربية والقوى وبعض القوى اليسارية وغيرها إلى السلطة عبر الشارع وضغط العسكر، بينما بتونس كانت التجربة مضيئة جدا. يعني للأمانة أن من هم في السلطة خسروا مجلس النواب أو مجلس الشعب وسلموا بخسارتهم عبر صناديق الاقتراع. برأيك أن هذه التجربة مضيئة ممكن أن تكون يعني مقدمة لتعمم على باقي العالم العربي؟ يعني هذا يؤكد أنه يمكن أن يكون هناك من ينتمي إلى التيار الإسلامي وحتى الإخواني ويدخل نفسه في مأزق كما جرى في مصر، وممكن أن يكون من ينتمي لنفس التيار ويخرج من المأزق كما جرى في تونس. يعني هون عفوا استاذ، يعني هي مش سلة وحدة، يعني كل هاي القوى تماما يعني اختلاف بين قوى مصر وقوى تونس. هناك خلاف بالتأكيد بين العقل الذي قاد الحركة الإسلامية في تونس والعقل الذي قاد الحركة الإسلامية في مصر، وهناك خلاف أيضا بين ما قبل 30 يونيو في مصر حيث سقط الرئيس الدكتور محمد مرسي ومعه إخوانه من السلطة ومن البلد، وما بعد 30 يونيو. لأنني أعتقد أن الإخوة في تونس في حركة النهضة وفي مقدمهم الشيخ راشد الغنوشي، وهذا كان ثمرة نقاشات طويلة، وهو لو يستمع إلي اليوم يتذكر أنني ناقشته طويلا وإخواني كذلك في المؤتمر القومي العربي. يعني وهو جزء من المؤتمر ناقشناه طويلا، وكان متنبها ومتفتحا ومدركا أن السير في عقل الانفراد ليس صحيحا. وللتاريخ أذكر أننا حين عقدنا مؤتمرنا القومي العربي في القاهرة عام يعني في حزيران 2013 قبل شهر من 30 يونيو، كان الشيخ راشد الغنوشي موجودا، وقد ساهمت في لقاء بينه وبين المرشح الرئاسي الناصري الأخ حمدين صباحي، وقدم الأخ حمدين صباحي مجموعة مطالب بسيطة من جبهة الإنقاذ لقيادة الإخوان من أجل فتح صفحة جديدة في العلاقات داخل مصر، وقد حمل تلك المطالب الشيخ راشد كوسيط وعاد بانطباع أن العقول مغلقة، وقد قال ذلك أيضا في تصريح له، بمعنى رغم أنه متضامن مع إخوان يعني في مصر فكريا وسياسيا، لكنه كان مدرك أن هناك انسداد أفق في نظرة هؤلاء لوضعهم ولعلاقتهم بالآخرين. فحين ذهب إلى تونس لاحظت أنه كان يضغط على كل إخوانه، لأنك تعلم تماما أن في كل حركة يمكن أن ينشأ رؤى مختلفة، مقاربات مختلفة لكل المواضيع المطروحة. كان يسعى إلى إقناع إخوانه بأن علينا أن ندرك أن تونس ليست حركة النهضة، في تونس هناك قوى أخرى. وأنا شخصيا في مثل هذه الأيام وفي ذكرى الثانية لانتصار الثورة التونسية، أذكر أنني ذهبت إلى شارع بورقيبة حيث كانت احتفالات شعبية ضخمة، وجدت الشارع شارعين، شارع تقوده النهضة وحركات إسلامية، وشارع يقوده الناصريون والبعثيون والقوميون واليساريون. وأدركت وأبلغت آنذاك الشيخ راشد الغنوشي بأن عليكم أن تنتبهوا بأن الشارع شارعين، وأن الموضوع السوري بالذات حاضر بقوة، حاضر بقوة، وهناك انقسام. وكما يعلم الجميع ويعلم أعضاء المؤتمر القومي، لقد أبدينا ملاحظاتنا على طريقة تصرف الحكومة التونسية آنذاك تجاه الملف السوري وقطع العلاقات واستضافة مؤتمر سمي بأصدقاء سوريا، ويومها قلنا في تونس أن هذا المؤتمر يضم كل أعداء العرب، فكيف يكون أعداء العرب أصدقاء سوريا؟ ولاحظت أن قيادة النهضة وعلى رأسها الشيخ راشد كانت متفهمة